24 ده المجني عليه نفسه معليك بيقول انا طلبت المتهمين وطلبت حضورهم بتاريخ 18/2/24 وعند حضورهم طلبت شرطة النجدة التي حضرت وقبضت عليهم بمنزلي. ده المجني عليه اللي بيقول على عكس كل ما جاء بمحضر الضبط المؤرخ ب20/2/2024 حيث كرر محرره أنه نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر بتاريخ 19/2/2024 قام بإعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبط المتهمان، وهذا ما يؤكد عدم صحة الاتهام وعدم صحة الإجراءات كاملة، حيث أكد المجني عليه بما لا يدعو مجالا للشك أن المتهمين تم القبض عليهم بتاريخ 18/2/2024 وتم احتجازهم بديوان قسم شرطة المقطم، ثم بعد ذلك تم تحرير البلاغ بتاريخ 19/2/2024 معليك، واصطناع واقعة ضبط مزعومة ومرفقة ومزورة، وحرر بها محضر بتاريخ 20/2/2024 أمام معليك. أرجو النظر فيه، وهو ما يدعونا أن نطلب من الهيئة الموقرة بما لها من سلطة قانونية وحق التصدي أن تتصدى لتوجيه اتهام للنقيب هيثم المعتز بالله، وأرجوك اثبتها في محضر الجلسة. طلب الدفاع طلب من الهيئة الموقرة حق التصدي وأن توجه تهمة التزوير في محرر رسمي للنقيب هيثم المعتز بالله نحو اتهامه بالتزوير في محرر رسمي وهو محضر الضبط المزور والمزعوم والمؤرخ في 20/2/2024، وكذا اتهامه باحتجاز المتهمان الأول والثاني والقبض عليهم دون سند قانوني كما هو ثابت بالأوراق. الدفع رقم 11 معليك، الدفع بثبوت صحة أقوال المتهمان الأول والثاني وتطابقهما مع أقوال المجني عليه بشأن وقت الضبط وتاريخه وكيفيته. الدفع رقم 12 معليك، بطلان القبض والتفتيش الواقع على المتهم الأول والثاني وما تلاهما من إجراءات. لا ده كان بشأن المتهم الثالث معليك، لأن ما صدرلوش أمر ضبط وإحضار. حاضر يا فندم. كما أدفع بتناقض أقوال المجني عليه بمحضر الشرطة عما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة بشأن وصف المسروقات ونوعها وتعدادها وتحديدها. وأخيراً أدفع بالتلاحق الزمني غير المنطقي للأحداث، فلقد حرر المحضر الأول للواقعة بتاريخ 19/2/2024 الساعة 3:30، ثم صدر أمر الضبط والإحضار بتاريخ 19/2/2024 الساعة 7، أي بعد تحرير المحضر بثلاث ساعات. وأخيرا أدفع بعدم وجود أي ثوابت للمتهمين. معالي الرئيس،